أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتبشروا الفيديو بتاعي النهارده. كده حابه اشارككم اجواء الشتاء الجميله. زي ما انتم شايفين كده الدنيا غرقانه، ما بطلتش شتاء من قبلها بيوم، شتاء متواصل. ولحد بالليل وقت متاخر كان في رعد وبرق وحاجه حلوه خالص. اللي بيحب اجواء الشتاء دي يكتب لي في الكومنتات. بصوا كده السماء هتعمل برق، شفتوه؟ حبيت كده اصبح عليكم من البلكونه ونشوف روتيننا ويومنا النهارده ماشي ازاي. عملنا في حاجات كتيره، مش عشان الجو شتاء والدنيا ساقعه نقعد كده ونكسل وما نعملش حاجه، لا لازم نعمل كده اكله حلوه تدفئ الاولاد. كذا اكله طبعا، مش اكله واحده، انا عملت اكله كده منهم ان شاء الله تعجبكم. يلا تشطروا كده، واللي وراها حاجه تقوم تعملها وتتنشط معايا. نسمي الله ونبدا كده ندخل مطبخنا بعد ما نشوف اجواء الشتاء الحلوه دي ونشوف عملنا اكل ايه. طبعا كده انا سايبه لكم الصوت بتاع الشتاء الجميل ده وندخل بينا على المطبخ. طبعا اول حاجه بوتاجازنا الجميل غسلناه وعليه محلى على النار، فيها شويه ميه كده تغلي اهو زي ما شايفين كده بوريك البوتاجاز. ومعانا صلصه طماطم او عصير طماطم، وهنعمل محشي. زي ما انتم شايفين كده انا كان عندي ثوم مفرزات، وكان عندي باقي صلصه محشي الكيسين دول، ومعايا كمان حبه من الخلطه، ومعايا كيسين من الشوربه اللي هنسوي بيها طبعا المحشي. معايا كده زي ما انتم شايفين طبق كرنب، ومعايا طبعا ورق العنب كنت مفرزاه معاكم اهو زي ما انتم شايفينه كده ملفوف بالستريت شريب اهو بالشكل الجميل ده، وهنشوفه لما يتسلق كانه لسه طازه. كمان النهارده ان شاء الله هنعمل طعميه او فلافل. احنا عندنا هنا في اسكندريه فلافل، في مصر بيقولوا عليها طعميه. فانا طبعا بلى الفول ده من بالليل وصفيته كده، شبكت خليه صفيته عشان ايه بعد ما اخلص الليله الجميله دي هنعمل مع بعض الفلافل. حلة كده على النار فيها شوية زيت الكراميل، بس انا هزودهم طبعا لان طلعوا قليلين. هعمل شبكة اهو فيها حطيت لها شوية زيت، اللي مش بيثبت طبعا يثبت ممكن يعملها مية ثانية. وحطيت كده الطماطم، مش بحمرها قوي البصلاية، يا دوب بس تصفر وتدبل شوية. نزلنا بالطماطم عليها الصلصة وملح وفلفل، ما بضيفش اكتر من كده، بتبقى طعمها تحفة جدا. الكرنب كده زي ما انتم شايفينه ابتديت افصله ورقه ورقه كده على قد ما انا هحشي اهو زي ما انتم شايفين بالشكل الجميل ده، وسبته كده على حرف الطبق ده او البوله دي يتصفى بقى وينزل التلج اهو زي ما انتم شايفينه كده في تلج، على ما ايه نجي له نشتغل فيه. ودي ايه الوزه او قلب الكرنبايه، بحب اكلها بنحشيها من القلب كده شويه رز، بتبقى طعمه جدا. ورق العنب برضو زي ما انتم شايفينه شلت العنق بتاعه وفردته كده على ايه حرف البوله، برضو بيسهل عليا كتير وببقى اسرع في اللف. العنق بتاعه ده انا مش برميه، هوريكم كده انا هعمل فيه ايه. دي الشوربه اللي كانت عندي، حطاها كده بجهزها على النار خليها تغلي، الصلصه اتبكت وبقت زي الفل. هنعمل ايه بقى جنب المحشي؟ انا كان عندي شوربه طبعا للتسويه، ففي جزء من الاولاد هعمل له كفته، وعندي كده كام حته لحمه متبله للشوي. اخدت كده اللحمه المفرومه وحطيت عليها التوابل بتاعتي وبصلية محترمه، بحط عليها توابل ايه ملح وفلفل وشويه من السبع بهارات بس كده. هنا زي ما انتم شايفين دهنت الصينيه بتاعتي شويه زيت وصبعتها، وهنحطها تستوي. نحط لها سنه ميه كده صغيره ونحطها تستوي. الخلطه بتاعتنا جهزت،
لونها كان حلو وجميل قوي، بس الفلاش مفتحها شوية. والخضرة بتاعتنا طبعا عملت معاكم الخلطة دي كذا مرة. الحوض طبعا اساسي يبقى زي الفل عشان ايه ما نبقاش ايه متدربكين في المطبخ. معايا هنا كام قرن من الفلفل، بحب الفلفل جدا مع ورق العنب ده، طبعا العنق بتاع ورق العنب حطيته كده في قعر الحلة، وشوية زيت. كان عندي بتنجانية حلوة كده مقلوظة قلت اشويها جنب المحشي بتبقى جميلة. البابا غنوج بيبقى حلو جدا وتحفة. اهو زي ما انتم شايفينه حضرتها وعليها رشة زيت زيتون وعود بقدونس كده جرنش كده جميل يفتح النفس. كده الكفتة بتاعتنا طلعت واستوت بقت بالشكل الحلو ده. ابتدينا ايه سخنا لها فحمية وحطينا لها نقطة زيت في حتة فويل كده، وهنغطيها تاخد كده ريحة الفحم وتبقى جميلة. متنسوش اللايك. كده ورق العنب انا حشيته شايفين شكله يفتح النفس. اهو كده خلاص معانا اول حاجة عملناها، هنحطه بقى ايه يستوي كده براحته على ما نخلص الكروم. زودت الشوربة وهغطي عليه واسيبه لما يغلي، وهدي عليه النار بقى يستوي ايه على راحته. هنا كده دي العروق بتاعت الكرنب بخرطها وبحطها كده في قعر الحلة، شوية زيت وملح وفلفل بتبقى جميلة. وبقية الخلطة اهي هنسمي الله ونبدأ ايه نشتغل في الكرنب. كده معانا زي ما انتم شايفين شكله تحفة جدا 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 بجد، كنا محتاجينه. انا بعمل المحشي وورا الجو ايه متلج وعمال يشتي ما بطلتش. قلت حاجة كده تدفي الأولاد، بابا الأولاد طبعا عمالين من الشغل. حطيت لها الشوربة شايفين شكلها ولا الريحة بقى مش قادرة أقول لكم. دخلنا كده بقى ايه على التقيل بقى، وسع لي بقى الطعمية وجمالها أو الفلافل بقى. عملنا الخلطة بتاعتها وطبعا عملناها معاكم قبل كده في القناة، وهنبتدي نطحن بقى في الكبة ونعبي في الاكياس. زي ما انتم شايفين كده فرمتها كلها اهي بالشكل ده، لونها جميل جدا جدا. انا مش بحط لها غير الكرات وبصلاية وشوية توم كده محترمين وملح وفلفل، لا مش فلفل، ملح وكزبرة وكمون، ما بحطش فلفل. هعبيها حسب بقى استعمالك الكمية بقى بتاعتك، شوفي عدد افراد اسرتك، عايزة بقى ايه تعبي على قدهم عشان تطلعي الحاجة تستعمليها مرة واحدة ما تطلعيش وفكي وتجمدي تاني يكون احسن. ده كده كان يومي وروتيني النهاردة، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه وتنشطتوا. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.